فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، نستقبل ضيفنا الموالي اليوم اللاعب احمد العكيشي، موجود معنا مباشره من قطر بعد ما امضى مع نادي الاهلي القطري. يا احمد اهلا بك. هلا اخوي، مرحبا بكم، مرحبا بكيف مستمعين. شنو الامور؟ سافا؟ والله الحمد لله لاباس الحمد لله. اول حاجه نقول لك مبروك الكونترا جديد، وكان تعطينا اكثر تفاصيل على التجربه الجديده احمد. هيك الله يبارك فيك، عايشك. تجربه رياضيه ديما مستمره الحمد لله، ما جاتش بالساهل معايا باش في النادي الاهلي خما فيك. بعد تجربه ناجحه مع نادي السحنيه، اليوم امضيت عقد لمده قصيره مع النادي الاهلي، وان شاء الله رب وفقني في التجربه الجديده. قديش مدة العقد؟ سنه وعام ومع بقيه العقد عام ونص نقولوا معناه. باش تبدا ان شاء الله، تبدا تكمل معهم السيزون هذه ولا لا؟ نورمال، ما باش نكمل معهم السيزون هذه. معناها اول ما ترجع الكره في القانون نتاع الفيفا الجديد اللي هبطته الفيفا في الاسبوع الاخير ولا الاسبوعين الاخرين، اني صار اني حق اللاعب باش يلعب في ثلاثة اندية في نفس الموسم. تجربة جديدة في الوضع اللي نعيش فيه طويلة، الوضع صعيب، واحد يتأقلم معها. دونك دوبو ترجع الشامبيونا، معناها تكمل مع الموسم معناها هكا، خاطر في تونس غادي ليه اذا كان لاعب يمضي يستنى حتى تبدا سيزون جديد. ان توكا علاش ما كملتش مع الشحنية؟ والله دي احتراف نادي الشحنية، عديت فيه فترة قصيرة. ناجحة كانت، ما متوفقناش ما وصلناش الحل للعقد الجديد، وأكيد ديما واحد يخزر القدام. يعني نادي الأهلي من الأندية الكبيرة في الدوري القطري، واحد يحسن في الوضعية متاعه، وديما معناها واحد يخزر القدام. كانوا فما عروض من تونس أحمد قبل ما تمضي مع الأهلي؟ لا تونس سكرت الباب ليها فترة علاش؟ ماش نظرا للأوضاع اللي تشوفها في الأندية معناها وفي الكرة بصفة عامة في تونس، واحد يظلي معاش يخم، يقعد ديما محب الجمعية اللي النجم الساحلي، نتبع الأوضاع، نتبع كل شيء كرة، واحد معاش يخضر بالتوالي وكاو. اي على قولتي سكرتو، تجربه كانت ناجحه في الاسبيرونس ولا حتى خاصه في النجم الساحلي؟ اي التجارب كلها ناجحه في النجم وفي الترجي، اللي تشوف الاوضاع الفتره الاخيره ما عادش ترجع باش اوضاع ماديه تقصد؟ نعم اوضاع ماديه تقصد؟ لا مش ماديه، كرويا. لا مش ماديا، كرويا. تشوف البنيه التحتيه، تشوف المشاكل اللي قاعده صايره في الكره. وممكن زاد واحد كبر السن بتاعه ومعاش، مازلت صغير من عام 89. انت من عام 89 مازلت صغير، يعطي فما جيل جديد طالع اللي هو عنده اونفي باش يلعب وباش يخمم وباش يحترف، دونك هذا يخلي لهم الفرصه. كيف باب المنتخب سكرت وزاد كيما حكيت على البطوله؟ لا عمري ما سكرت باب المنتخب، ما فكرتوش. علاش احمد بعيد المده هذه الاخرى الكل؟ والله ما نعرفش، مش لي انا، اللي موجودين على راس الاداره الفنيه، واحد يخدم على روحه بان سيو، وبان سيو معناها كان باش تنجح في اي فتره من الفترات مع الأندية مع النادي نتاعك، أكيد منتخب باش يخمم فيك وكاوم. ما فماش اتصال مع ستاف تكنيك جديد مثلا منذ الكبير ولا حاجة؟
لا الفترة الأخيرة ما فمش اتصالات، أكيد الواحد بشوف رضو وجوده ديما بالنادي بتاعك والاستمرار في الاستمرارية هي اللي تخليك تكون موجود في المنتخب ولا لا، مش على فترة قصيرة تكون معناها على ماتش ولا اثنين ومن بعد تخرج من الحسابات بتاع الإطار الفني. يعطيك الصحة أحمد. نحب نكمل بآخر سؤال أحمد. دار التصوير برشا بالمدة الأخيرة أنت يوسف مساكني وحكاية الحجر الصحي، واضح لنا شنو الحكاية بالضبط يا أحمد؟ لا تصور يقول لي خديت العبد بالغلط، يعني وقت اللي جينا يقول لي بالأربعة ولا بالخميس عدينا الحجر الصحي، خرجنا نهار الأربعة، يعني تصور وقت اللي خرجنا هبطنا تصور، يعني قررنا اللي ما نهبطوش ونحن في الحجر الصحي مش ما تصيرش مشكلة. وقت اللي عملنا تيست والسلطة معناها اللي نشكروها معناها عملوا لنا التيست وعطاونا اللي نحن لاباس علينا، خرجنا وقرروا معناها وقتها كل واحد يعيش حياته ويهبط اللي يحب. فهمت؟ سينو وقتاش تبدا البطولة في قطر يا احمد؟ وقتاش ترجع؟ نورمالمون ترجع لو 24 جوي شهر جديد. بديت لونترينمون انت كل شيء يا. بديت عندي نهارين فترة متاع البريباراسيون وقاعد ربي يوفقه في التجربة الجديدة. ان شاء الله يعطيك الصحة احمد العكيشي، ان شاء الله بالتوفيق في تجربتك الجديدة مع الاهلي القطري، تبقى من احسن المهاجمين في تونس ان شاء الله، نشوفوك ديما في المنتخب الوطني. شكرا. دونك موزيكا بعد مراجعين في اخر، استقبلوا اخر ضيفة في حصتنا اليوم، واصلين حتى